يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم رح تكون من الوصفات اللي إلها شعبية كثير في البيت ومطلوبة كمان على سفرنا في مناسباتنا اللي هي فتة الدجاج. إن شاء الله رح نعملها مع بعض بأطيب طريقة وأسهل طريقة. تعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هون رح نحضر لصلق الدجاج. بالنسبة لمية الصلق حطيت فيها الورق الغار والبصل، أكيد ممكن تحط المنكهات اللي أنتوا بدكم إياها. وبالنسبة كمان للبهارات اللي استخدمتها هون، استخدمت البهار المشكل مع القرفة والفلفل الأسود والملح. رح أحكي كمان بالنسبة للدجاج اللي استخدمته هون، استخدمت كيلو من صدور الدجاج. أكيد ممكن تستخدموا الدجاج الكامل، بس أنا بفضل صدور الدجاج لأنها بتعطي كمية منيحة. هل هون رح أترك الصدور حتى تستوي، وبعد ما تستوي رح أطلعها من مية الصلق، وأول ما تبرد معي مثل هيك رح أبلش إني أقطع فيها. بالنسبة للتقطيع هون حاولوا تقطعوها في إيدكم، لأنه إحنا بدنا إياها شرائح مثل هيك، لأنه وقت لما نيجي نرتبها على الرز ما بدنا إنها تكون عبارة عن قطعة كبيرة، بدنا إياها تكون شرائح ناعمة مثل هيك. هيك عنا الدجاج صار جاهز. هلا هون رح نحضر للرز. بالنسبة للرز اللي استخدمته هون لازم تستخدموا حصرا الرز المصري. أنا هون استخدمت رز صنواي، تقريبا 3 كاسات كبار من الرز. نقعت الرز بمي وملح، طبعا في البداية غسلته ونقعته. وهون رح استخدم بديل مكعبات الدجاج، ممكن تحطوا شوي من مرق الدجاج اللي سلقنا فيه الدجاج زي ما بدكم، بس انا هون اكتفيت في بديل المكعبات. بالنسبة لمقدار المي، طبعا اكيد حسب كمية الرز اللي انتم رح تستخدموها، بس لازم يكون تقريبا يعني فوق سطح الرز ب3 سنتي. المي اللي لازم نحطها هون لازم تكون عنا مي سخنة. في البداية الغاز بيكون عنا على العالي، وأول ما تنزل عنا المي عن الوجه مثل هيك بنوطي الغاز حتى يشرب الرز كل المي. رح أحكي ملاحظة بالنسبة للرز المصري، حتى ما يطلع معاكم معجن الأفضل إنكو تكونوا كريمين في الزيت أو السمن اللي بدكم تحطوه، بيطلع معاكم رز نثري مثل هيك. هلا هون رح نحضر للخبز. بالنسبة للخبز اللي استخدمته هون، استخدمت الخبز اللبناني، ممكن تستخدموا خبز الشراك، وممكن كمان تستخدموا رقائق السمبوسك. رقائق السمبوسك طعمها جدا طيب مع الفتة، بس هون أنا استخدمت الخبز اللبناني اللي بيجي رفيع. طبعا هون لازم نقطع مكعبات، وأكيد ممكن تشوه بالفرن، تحطوا على سطح الصينية زيت وتحطوا الخبز، بعدين تحطوا على وجه الخبز كمان زيت، بس أنا عشان السرعة هون اضطريت إني أقلي الخبز. هلا هون رح نحضر لخلطة اللبن. بالنسبة لمقدار اللبن هون رح أعطيكم إياه حسب الكمية اللي أنا استخدمتها. تقريبا هون رح نحتاج كيلو من اللبن الزبادي، ورح نحتاج كمان تقريبا 2 معلقة كبار من الطحينية، او ممكن 3 ملاعق. طبعا انتو بعد ما تخلطوا اللبن المكونات مع بعض بتذوقوا، اذا حسيتوا بدوت شوية طحينية ممكن تزيدوا عليه زي ما بدكم، اذا بدكم كمان ملح او ثوم، يعني هو يعتبر على الذوق. رح نحط اكيد الليمون مع الملح، ورح نحط كمية من الثوم. بالنسبة للثوم هون أنا بفضل إنه تكون نكهته بارزة، بتعطي طعم ونكهة جدا طيبة للبن والطبخة كلياتها. هلا هون رح نصب. في البداية رح نحط طبقة من الخبز، بعديها رح نحط الرز. بالنسبة للخبز ممكن تشربوه شوي من مرق الدجاج زي ما بدكم، أنا بحب إنه يكون فيه قرشة ناعمة فما شربته. وبالنسبة للرز كمان ممكن تعملوه بشعرية، بس أنا دائما بفضل إنه يكون بلا شعرية. وآخر إشي رح نحط الدجاج. كونوا كريمين في الدجاج وأنتوا عم بتحطوه على الوجه. وهلا هون رح أحط خلطة اللبن اللي عملتها. زي ما حكيت لكم اللبن هو عبارة عن اللبن مع الطحينية والليمون والأكيد الملح والثوم زي ما بدكم، يعني بتحطوه على الذوق، بس الثوم بيعطي نكهة جدا طيبة. وكمان اللي بيعطي نكهة جدا طيبة اللي هو السمنة، يعني لازم تقلوا المكسرات اللي بدكم تحطوها على الوجه بالسمنة، بتعطيها نكهة جدا رائعة.
وهي وصفتنا لليوم، بتمنى انها تعجبكم، وفعلا الطبق طلع اكثر من لذيذ، وان شاء الله انه عجبكم. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوا لايك للفيديو وتشتركوا بقناتي، ويعطيكم الف عافيه.